ادمان. عايز اقف شويه عند الادمان. ما هو انت انت بعتني للادمان دلوقتي وقلت لي ان انت السكر ما انت بتاخده كل يوم، هل انت مدمن؟ هل في ادمان السكر؟ ادويه السكر؟ لا لا مفيش طبعا. امال ايه الادمان؟ ايش كلمه السكر؟ هل احنا عندنا عدد كبير من المدمنين؟ هل شبكات الادمان او السقوط في بئر الادمان ده موجود دلوقتي؟ شوف يا حبيبي، هو انا هاسقط عليك بس سؤال اعتراضي، هو في حاجه اسمها لبس ولا مس؟ لا. امال ايه اللي بنشوفهم كده بيتكلموا باصوات غريبه قوي؟ ده امراض، ممكن امراض نفسيه، بيتكلم حاجه غريبه قوي، ممكن مرض نفسي زي الفصام مثلا ما تعالجش خالص. امال وسابوه في الشارع خد بالك ازاي، وبيحرك المرور ولبس لوه كده لبس دول برضه اوصاميين ما تعالجوش خالص، فلما تعالجوش اتحولوا لحاجات غريبه قوي. لا اللي يقول لك ده ممسوس، اصله ده ملبوس، اصله ده مربوط، اصله في الارياف يا حبيبي ما نعرفوش يعني ايه امراض نفسيه، فبتؤول كل حاجه لها. وزي ما قلت لك الامراض النفسيه عاده اللي بيخش المستشفيات نصف المية، اللي بيخش نصف المية من العيانين. من العيانين؟ من العيانين الباقي كلهم بيتعالجوا في بيوتهم. لكن الاعمال السفليه وال ما فيش يا ابني في الطب حاجه بالشكل ده، يعني انجليزي بيجي له حاجات سفليه، تركي بيجي له حاجات سفليه، ده اللي عندنا بس في مصر الخرافه الأرياف. يعني شيوع الخرافه ده، دي خرافات. خرافات طبعا، خرافات كلها. ولا الشيخ فلان الفلاني بيربط فريق الكره ما يخلوش جوان يجيب جوان يعني كلام يعني سذاجه في الفكر. بس انت بتحب الكره؟ الحاجة الوحيدة اللي بتبسط الإنسان، الحاجة الوحيدة اللي بتبسط الإنسان الشفافية والمساءلة وتغيير وتبادل السلطة. ده بإيه؟ ده 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 مو مو وتبادل السلطة. ما فيش حاجة بتعبسله وتخليك 90 دقيقة ناسي اللي الهم اللي أنت فيه إلا الكرة، كرة القدم. في شفافية، شايف كل حاجة قدامك، محدش بيعمل حاجة من وراك. أيوة. اتنين، في مساءلة، اللي يغلط يطلع بره. ثلاثة، تبادل السلطة. أشيل القائد بتاع الكابتن، الكابتن وأحط بداله. فالإنسان في العالم بحاله بيجد حاجة فيها شفافية وحاضرها لمدة 90 دقيقة، بينسى كل أموره في العالم، بينسى كل أموره ويتفرج على الكورة مهما كان عنده هم، ابنه تعبان، مراته تعبانة، هو عيان، هيشوف الكورة. الكورة ياريت بقى، ياريت إن العالم كله يحكمه ناس بهذه الطريقة بتوع الكورة، شفافية شفافية و مساءلة فورية وتبادل السلطة. طيب. إذا العالم كده العالم سعيد، يعني إذا شرط إن العالم يكون سعيد لازم يكون له صفات كرة القدم. لا، الديمقراطية لها دور في الصحة النفسية. الديمقراطية لها دور. طيب خليني في الإدمان، نيجي في الإدمان. الإدمان طبعا فيه مشكلة كبيرة جدا، كان ماسكو زمان معهد البحوث الجنائية والاجتماعية أيام دكتور خليفة، دكتور أحمد خليفة. دكتور أحمد خليفة وبعد كده هوت ده من سنة 57 وهم بدأوا في الدراسات كويس بتاعت الإدمان وزارة الشؤون الاجتماعية كده أيامها. جميل. وبعدين مشيت بقى بحيث إن هي بقت تبع وزارة التضامن الاجتماعي. صحيح. وصندوق الإدمان تبع وزارة التضامن الاجتماعي. وبيطلعوا نسب مش صحيحة. مش صحيحة ليه؟ كله مش صحيح. أقول لك ليه؟ لأن هو كل شوية في الجرائد يطلع حد ويقول لك إن إحنا عالجنا 60,000 واحد وشافوا. لا، تعافوا. تعافوا. الإدمان لا يمكن أنك تقدر تقول أنه شفي قبل 3 سنين،
يبقى لسه في المرض ممكن ينكس تاني. والقانون بيقول لك انك تصرف على علاج الادمان من الحاجات اللي هي اتصدرت من المصادرات المخدرات. فحولوها للتضامن الاجتماعي. هما بيدفعوا الفلوس. هما ممكن يدفعوا فلوس بس بيدفعوا للمستشفيات. بيدفعوا للمستشفيات. مظبوط. كلفة العلاج. اللي هي مستشفيات الجامعة أو مستشفيات الحكومية أو حاجة. المريض ده هو اللي يتكلف. لكن هي تبع وزارة الصحة في كل بلاد العالم. أنت ترى أن وجود علاجات الإدمان دي عند وزارة التضامن ده خطأ. أيوة. لازم تروح لوزارة الصحة. في كل بلاد العالم الصحة هي صحة ولا مش صحة؟ لا صح. مش صحة نفسية. صحة نفسية. وبعدين عندك أنت ما بيفرقوش هما بين أربعة أنواع دي مهمة أوي. في استعمال تجريبي. حد بيجرب. يعني مرة أو مرتين أو ثلاثة بيجرب. تعرف. ده مش إدمان. مش إدمان. وبعدين الترويحي. في فرح مش إدمان. الاستعمال المنتظم. أيوه. بياخد. كل يوم او كل يومين. ولكن بدون تاثير ضر على الصحه. يعني ما بتاثرش فيه. وبعدين سوء الاستعمال هو ده. لا لسه برضه. سوء الاستعمال ده هو انه الاستمرار في التعاطي بالرغم من تاثيره على الصحه النفسيه والجسديه ولكن وما فيش اي اضطراب في الناحيه الاجتماعيه او القانونيه او ما بيعملش مشكلات يعني. وبعدين في الاعتماد بقى او الادمان دي حاله نفسيه وعضويه انها بتاثر على كل اعضاء الجسم وفي رغبه ملحه بحيث ان هو ما يقدرش يستغنى عنه خالص وزياده الجرعه باستمرار يعني بياخد حقنه في الوريد يبقى حقنتين وبعدين ظهور انسحاب اعراض انسحاب عند يعني اذا خد الدواء يروح اعراض عضويه إذا ما خدش يبقى كويس وعارف هو الأثر الضارة ويبطل شغل وما يقدرش يعمل ويتخلص من كل الأنشطة في حياته كلها ويتفرغ لهذا إلى الحصول على المادة هو ده المدمن ده اللي لازم يتعزل ده اللي لازم يتعالج لكن هل كلهم بيتعالجوا؟ لا ما بيجوش العلاج فأنت اللي يقول لك 10% هو يقصد كل دولت فخطأ جدا اللي هو التوصيف هنا مش مظبوط اه التوصيف هنا مش مظبوط